رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني، اقرأ وارتق بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وامتن عليه بنعمة الكلام ليكون بليغا فصيح اللسان، وصلاة وسلاما على أفضل من علم القرآن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل اللهم بحولك وقوتك ورحمتك كل صعب علينا سهلا، فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أهلا بكم ومع حلقة جديدة من برنامج اقرأ وارتقي. ننتهي اليوم بإذن الله تعالى من سورة القمر، وورد اليوم من الآية 32 إلى آخر السورة، من الآية 32 لآخر السورة. نفتح المصاحف، ومعي ومعكم ضيف الاستوديو، معي ومعكم الشيخ إسلام محمد. أهلا بك شيخ إسلام. أهلا ومرحبا بك يا شيخ. طبعا تشرفتنا من خلال الاتصال، قرأتي معنا على الهواء، وقلنا لك تشرفنا بالحضور معنا ان شاء الله. شكر الله لك الاستاذ الكريم. شيخ اسلام هيقرا معنا الورد. قبل ما يقرا الشيخ اسلام الورد، ورد اليوم، ونستقبل اتصالات حضراتكم، ولو في تعليق على بعض الاخطاء اللي بيقع فيها بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران، في ايميل هيظهر قدام حضراتكم على الشاشه دلوقتي، اللي ليه اقتراح، استفسار، سؤال، مداخله في الكلام على الاخطاء اللي بنسمعها من بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران، يبعت الرساله ونعلنها إن شاء الله نقرأها على الهواء. يبدأ الشيخ إسلام مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. عايزين بس نمد بقى المفصل، نوصل المفصل، تمام؟ إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. عايزين بس نبص الغنى، انت مش عارف ليه القلق مع عيني، يعني يعني انت ما اديتنيش احساس انك انت قلقان من اول من قبل الهواء. عايزين نبين بس الغنى، نديها زمنها ان شاء الله. تمام. ولقد أنذرهم بطشتنا ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. بس بين الميم على الباء. ولقد صبحهم بكرة. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إن
المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بارك الله فيك شيخ سلام. في مقعد صدق عند مليك مقتدر من هو؟ الرحمن. شو الآية اللي بعدها؟ طيب يعني شيخ سلام بس واضح القلق شوية وده باين أنت متأثر بأداء بالأداء فده يمكن مأثر شوية على أزمنة الغنان. أنت بتحب تسمع لمين؟ أنا من صغري بسمع لشيخنا الدكتور عبد الرحمن السديسي. ما هو واضح الصوت كمان يعني. ماشي ماشي شيخ سلام. حتى إن قرأت قدام بعض المشايخ يقولوا أنت بتقلد. لكن ده 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 أنت طبيعي ما بتقلدش. لا تقلد لكن ده طبيعي. ده طبيعي أنا ما بقلدش. طب تمام بس إحنا برضو عايزين يعني الأداء ما يغلبش على الأحكام. لا. لكن ما شاء الله عليك صوتك جميل وأدائك جميل جدا يعني. ربنا يعزك شكرا. ربنا يحفظك شيخ اسلام. وانت دورك ما انتهاش لسه معانا ان شاء الله هنسألك باذن الله وهنسمعك تاني ان شاء الله. معانا اخونا خالد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكرم ان شاء الله. اتفضل شيخ خالد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خد بالك شيخ خالد من حاجة. نعم. دايما لما بنخش على حرف في بداية القراءة ممكن يعني لو ما دخلناش عليه بتمكين المخرج بتاعه ممكن يقع مني. يعني انت ما شاء الله أداءك جميل جدا فحش اقول بسم الله بسم الله يبقى ايه وقعنا لايه اسقطنا الباء. تمام. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله في فرق. نعم. ايوه عايزين ناخد بالنا بس من اظهار ايه اظهار حرف الباء. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. خد بالك اللوم مشددة. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. شيخ خالد. نعم. نتفق على أن البرنامج تعليمي صح؟ نعم. صوتك جميل وأداء جميل جدا عايزين بقى نضبط بعض الأحكام. تمام؟ نعم. عشان يبقى احنا بقى ضبطنا الجمال الأدائي مع ضبط القراءة. لوط معايا؟ نعم. لازم أبين إيه قلقلة الطاء. إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. خد بالك شكر ولا شكر؟ شكر شكا شكر شكر. تمام إن شاء الله. كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. خد بالك يا شيخ خالد بس. نعم. عن ضيفه ضيفه يبقى أنا أثبتت بقى المحذوف في الوقف صح ولا إيه؟ نعم. الصلة محذوفة في الوقف وحركة الهاء. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر
فذوقوا عذابي ونذر. بارك الله فيك شيخ خالد، ما شاء الله أدائك ممتاز، لكن عايزين نضبط بقى إيه الأزمنة وبعض الأحكام البسيطة كده وتبقى ما شاء الله عليك يعني. معانا مريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في ضيفك الكريم. وفيك الله وبارك يا مريم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي شيخنا الجليل الشيخ إسحاق الحواري. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. اللهم اشفيه شفاء عاجلا غير آجلا، شفاء لا يغادر سقما. ممكن أقرأ؟ تفضل يا مريم. ادفع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما شاء الله عليك، أنا بيعجبني قراءتك جدا يا مريم، في يعني تقريبا أنت معانا في كل حلقة. ماشي. بس خدي بالك من حاجة، القرآن يبقى احنا حركنا الراء والراء ساكنة، القرآن نريح الراء سنة صغيرة بس. القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. صلي على النبي. فرعون. أيوة كده. فرعون النذر. بصي فير. فرعون النذر. تمام. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز. أخذ ولا أخذ؟ أخذ عزيز مقتدر. 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 تمام ما شاء الله عليك. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. في الزبر. في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. ما شاء الله عليك يا مريم. ممكن أخي أحمد يقرأ؟ ادينا أحمد، بس خذي بالك أنت مستجيبة للرد، لما بنصحح لك خطأ بتجيبيه بشكل طيب جدا، ربنا يحفظك. ادينا أحمد الجميل. السلام عليكم. عليكم يا شيخ أحمد. ازيك يا شيخ أحمد؟ الحمد لله. انت وحشني كتير. بارك الله فيك وفي الشيخ إسلام. ضيفك ايه؟ ضيف الشيخ إسلام. ضيفك الكريم. طيب ربنا يحفظك. ربنا يحفظ لك الناس اللي عندك. طيب امين يا رب العالمين. ها هتقرأ معنا ايه اليوم؟ شيخ حبيب المشاورات هيك. شيخ. نعم. ادفع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ينفع اقرأ؟ ينفع تقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن أتاك حديث الغاشية وجوههم يومئذ خاشية آمنة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ها وجوه؟ وجوه يومئذ ناعمة آمنة لسعيها راضية في جنة العالية. ما شاء الله عليك يا أحمد، ما شاء الله أدائك بيعجبني جدا، يعني كل مرة بسمعك كده بحس إن أنا يعني في انتظار قارئ يعني لي أداء متميز يعني. ربنا يحفظك. ما شاء الله أحمد عنده أداء يعني ما سمعته من أحد. ربنا يحفظه ويبارك فيه وفي مريم وفي والديهما وفي من علمهما القرآن. أخونا عمر من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخ عمر وأهلا بأهلينا في الجزائر. أهلا وسهلا. ومعذرة على تأخرنا عليك في الاتصال في الرد يعني. ما فيش كان ما فيش. تفضل حبيبي. شيخ أقرأ ثم يقرأ بعدي أخوي. من يقرأ بعدك؟ أخوي كريم وعبد القادر. أخواك؟ نعم. طيب تفضل يا أخي. شيخ من أبدأ؟ ابدأ بقى من بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. خد بالك من حاجة لازم نبين الراء نقف عليها شوية. وأمر. والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما شاء الله عليك يعني شيخ عمر، لو ينفع تيجي تشرفنا في البرنامج يبقى نسعد بيك يعني، لكن ما شاء الله عليك قراءتك. شيخ اتفضل يا اخي. بارك الله فيك. هات شيخ اخي الدين يعني اعطينا. عمرك اهلا بيك. اهلا بك، كيف حالك؟ الحمد لله في نعم والله. من معي؟ كريم. كريم الانتزاع. كريم، شيخ كريم، تفضل شيخ كريم. منين نبدا شيخ؟ من اول الورد بقى ان شاء الله. ايوه ايه 32. الايه 32. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ما شاء الله عليك شيخ كريم، يعني ما شاء الله يعني انت والشيخ عمر الاداء يعني متميز والأزمنة مظبوطة قوي، ربنا يحفظكما. بارك الله فيك. هاك اخي شيخ اخي عبد القادر. من عبد القادر؟ السلام عبد القادر وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك شيخ عبد القادر؟ كيف حالكم يا شيخ؟ في نعم والله والحمد لله. والحمد لله. لو سمحت يا شيخ. نعم تفضل حبيبي. عفوا ان اثقلنا عليكم، لكن اخي من بعدي اخي يوسف ان امكن. لا طبعا طبعا مفيش مشكله ان شاء الله، نسعد بارك الله بك وبه ان شاء الله. ذكرني فقط من اين ابدا يا شيخ؟ ابدا بقى ان شاء الله. ولقد انذرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. بس خد بالك بقى انت اداك ممتاز وقراءتك ممتازة، لكن عايزين نضبط بقى الحكم ده. ولقد صبحهم بكرة. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما شاء الله عليك شيخ عبد القادر، يعني قراءتك طيبة جدا يعني. ادينا بقى يوسف. بارك الله فيك يا شيخ. بطنا نجوز الأخ يوسف. وفيكم الله وبارك. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ يوسف. نعم يا شيخ. نعم انت اخوهم برضو شيخ يوسف؟ نعم نعم اخوهم. ما شاء الله عليكم يعني، ربنا يحفظكم. امين شيخ. امين ولكم. اتفضل.
من أي آية يا شيخ؟ أكمل بقى إن شاء الله. ولقد جاء آل لوط، صح؟ آل فرعون. ولقد جاء آل فرعون النذر. دقيقة شيخ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاء آل فرعون النذر. خد بالك بس شيخ يوسف، ولقد لابد من قلقلة، قلقلة الدال. ولقد جاء آل فرعون. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر. منتصر. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بارك الله فيك شيخ يوسف، أنت والشيخ عبد القادر والشيخ كريم والشيخ عمر، ما شاء الله، يعني قراءة طيبة جدا يعني. معنا الأخت إلهام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا إلهام؟ الحمد لله كويس. اتأخرنا عليكي معلش. لا عايز عليهم. اتفضلي. أقرأ أول حديث؟ اقرأي وقولي حديث. أول من أول بال الساعة؟ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. لا، مس سقر. مس سقر؟ أيوة على طول، مش مس. ماشي. إن كل شيء خلقناه بقدر. إن في ألف عندك صح ولا إيه؟ زي عندنا يعني. إن كل شيء خلقناه بقدر. لا، خلقناه بقدر. خلقناه بقدر. لا مش خلقناه، خلقناه بقدر. خلقناه بقدر. خلقناه بقدر على طول، ما تعمليش صلة، ما تزوديش واو. ماشي. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياء. ولقد. ولقد أهلكنا أشياء. أهلكنا. لا، أهلكنا دي تبقى مشكلة. أهلكنا. لأن لو أهلكنا يبقى تبقى مشكلة غير معنى خالص. ولا إيه يا إلهام؟ ماشي. ولقد أهلكنا. 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 أهلكنا صح؟ أيوة أهلكنا. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما شاء الله عليكي، يعني قراءتك ممتازة واستجابتك عالية. سمعينا بقى الحديث. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حب عبدا دعا له جبريل عليه السلام فقال إن أحب فلانا فأحبه. قال فيحب جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء. قال ثم يدعى له قبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل. ثم ينادى في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه. قال فيبغضونه. ثم دعا له البغضاء في الأرض. أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم من المتحبين في الله. آمين يا رب العالمين، واجعلنا ممن يحبهم الله، نحن وأنت وكل من يسمعنا. ربنا يحفظك، ما شاء الله عليك، الحديث كمان جميل جدا يعني. معنا أخونا أيوب من المغرب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك شيخ أيوب. هل أنت بخير؟ ابدأ إن شاء الله من أول ورد إن شاء الله. من أي آية؟
من الآية الثانية والثلاثين. إن أرسلنا عليه حاصبا. كذبت قوم لوط بالنذر. نعم نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط بالنذر. بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد نعم. عايزك تسمعني وانت بتقرأ ان شاء الله عشان لو في توجيه ولا حاجة حضرتك يعني تستفيد من المداخلة يعني. نعم تمام. ما نقولش بسحر نجيناهم بسحر. نعم نجيناهم بسحر. تمام. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. أعينهم فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة صل على النبي شيخ أيوب. أنت ما شاء الله ما شاء الله عليك يعني عندك أداء كويس فأنت ركز معي بس في ضبط القراءة عشان نضبط المسألة. ولقد لابد من قلقلة الدال ماشي لأن لو ما قلقلتش الدال هتبقى إيه ولقد صبحهم يبقى إحنا كده خلينا الدال دخلت في الإيه في الصاد صح؟ آه. يبقى نعم. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. بارك الله فيك ربنا يحفظك شيخ أيوب. معنا آثار الجميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا آثار؟ ازيك يا شيخ أشرف؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله كويسة. ها تقرأي معنا الورد ان شاء الله من اول فين؟ ابدأي بقى من ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الأربعين. طب ادفع الاول. ادفع الاول. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. عايزين نضبط بقى حاجة بقى يا أثار عشان سمعتها من أكثر من متصل اللي هي الراء الساكنة أو السواكن عموما يعني تمام. اسمعي مني شوف أنا أعمل إيه. أرفع الراء سنة صغيرة كده عشان أبين الراء الساكنة. ولقد يسرنا القرآن للذكر. القرآن ما أقولش القرآن وإلا يبقى أنا حركت الراء بالفتح كده صح ولا إيه؟ سمعاني؟ فريحة على الرأي شوية يلا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما شاء الله عليك. ولقد جاء آل فرعون النذر. فرعوني ولا فرعونة؟ ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها. لا كلها. ايوه كده ما شاء الله عليكي. اخذناهم اخذا عزيز. لا في تنوين عندك يبقى المصحف بتاعك غير المصحف بتاعنا. اخذ عزيز مقتدر. تمام. أكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءة أم لكم براءة في الدبر أم يقولون نحن جميعا منتصر. جميعا ولا جميع؟ جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بارك الله فيك يا أثار ما شاء الله عليك. ممكن إسراء تقرأ؟ إسراء ولا آية؟ كنت هتقولي آية صح؟ لا إسراء. طب اديني إسراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا إسراء؟
ازيك يا شيخ اشرف؟ الحمد لله رب العالمين. عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. ممكن اقرا سورة الحج؟ الحج ولا الحشر؟ الحشر. انا ما سمعتش برضه، ما خدتش بالي. ايه؟ الحج الحشر. الحشر، ما هو شفت الراء ما طلعتش بقى كده، بقت الحج الحش معايا؟ اه. فلازم نبين الراء. طب يلا سامعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم من أول الحشر. وما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم. خدي بالك، بصي هقول لك على حاجه بس خدي بالك منها يا اسراء. نعم. التشكيل مهم جدا. انت نعم. ما شاء الله واضح ان انتوا بتتعلموا بطريقه التحقيق، فانت واثار ما شاء الله عليكم، يعني الحروف طالعه جميله جدا بس في تحقيق زياده. ماشي، فاحنا عايزين نحقق بقى كمان الحركات، صح ولا ايه؟ ان شاء الله. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا اسراء، انت واثار. اللهم اشف شيخنا ابي اسحاق. امين يا رب العالمين. اللهم اشف شيخنا شيخ ابي اسحاق شفاء عاجلا غير اجلا. اللهم ربنا يبارك فيك. ده كفايه دعاء الاطفال والله لشيخنا ومحدثنا. سمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حظك يا شيخ؟ في نعم والله يا سمية. الله يخليك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفى دلال الشيخ أبو إسحاق الحويني. آمين يا رب العالمين. بلعلك يا شيخ ادعي لي عشان امتحانات إن شاء الله على أبواب الثانوية عامة. أسأل الله لك التوفيق ولكل طالبات وطلاب المسلمين. قولي آمين. آمين يا رب. آمين. إن شاء الله أنا أقرأ وأخويا بعديها إن شاء الله. طيب تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. خدي بالك، احنا عايزين ناخد بالنا من حاجة يا سمية. نعم. ومشاهدين الكرام برضو انتبهوا معي لهذا الأمر. أي حرف عليه شدة هاقف عليه، أزود زمنه شوية عشان أبين زمن الحرفين، تمام؟ لو قلت بل الساعة أدهى وأمر، أمر من الأمر، وامر من الايه؟ من المر، تمام؟ فناخد بالنا الوقوف على الراء زي ما بنقول ايه؟ الفلق، دي القاف المخففه اللي هي مش مشدده موقوف عليها، لكن ايه؟ الحق، بناخد زمن اطول. فاحنا عندنا دايما كل حرف عليه شد هنقف عليه، نقف عليه بزمن زياده شويه عشان نبين الايه؟ نبين زمن الحرفين. خلاص كده اتفقنا؟ وده ثابت في قراءه النبي صلى الله عليه وسلم. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. لا أقف على شوية، بصي وأمر. وأمر. أيوة كده ما شاء الله عليك. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. لا انت عليها ايه؟ مستطر. ايوه مستطر. تمام. ان المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
بارك الله فيك اخويا. ان شاء الله يكرم ربنا يبارك فيك ويحفظك يا سميه ووفق ان شاء الله انت وكل طلابنا وطالبتنا. هو استاذ بس اخونا عبد الكريم ان شاء الله هناخد ساره وبعد كده ان شاء الله نشوف ضيفنا احسن قرب ينام مننا يعني. لا انا عارف انت صحصح بس يعني عشان صحصحك زياده فناخد ساره ان شاء الله ونشوف ضيفنا بقى ايه تعليقه على الاخطاء. ساره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ازيك يا شيخ اشرف؟ في نعم والله والحمد لله. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا واكثر الله من امثالك. امين يا رب العالمين وبارك الله بارك الله فيك الكريم. الله يكرمك ربنا. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي ابا اسحاق. امين يا رب. منور حضرتك قناه الرحمه. امين يا رب. الله يكرمك. ادفع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اقرأ من اول ورد. اقرأي من اول ورد يا ساره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر. انا ارسلنا عليهم حاصبا الا خدي بالك لو وقفت عليها تقولي حاصبة صح كده؟ حاصبة. أيوة إذا وصلنا يبقى تنمو بالي حق. إلا لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتمام. أنا عجبني أدائك قوي وقراءتك ما شاء الله عليك وأحكامك تمام؟ فما نضيعش بقى الميم مع الباء. النهاردة يمكن ملحوظة موضوع الميم مع الباء. احنا عندنا الميم بتخفى عند الباء صح ولا ايه؟ ايوه. انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ما شاء الله عليك. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. مستقر. فذوقوا عذابي ونذر. بارك الله فيكي ما شاء الله عليكي. ساره انت حافظه قد ايه يا ساره؟ نعم حافظه قد ايه بالقران؟ ان شاء الله 13. 13 جزء؟ ان شاء الله. انا بحسبك هتقولي ختمتي يعني. نعم بحسبك هتقولي ختمتي. مكمل الحديث؟ وعدي بقى انك تختمي قريب ان شاء الله. انت قراءتك ممتازه يعني. ادعي لي بقى. ان شاء الله تختمي قريبا ان شاء الله. بس بقى انا ممكن اقول لك حاجه؟ اه ممكن بقى تدعي لاختي هاجر ان ربنا يشفيها. يا رب يشفيها شفاء عاجلا غير اجلا هي ومرضى المسلمين جميعا. ممكن اقول حديث؟ قولي حديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت غفر الله ما بينه وبين الجمعه وزاده 3 ايام ومن مس الحصى فقد لغى لغى رواه مسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك ربنا يحفظك يا ساره. الله يخليك يا شيخ. نرجع بقى لضيفنا ونشوف اخباره ايه. صحصح انا عارف انك مصحصح الحمد لله ان شاء الله عليك. انت جاي منين بقى؟ جاي لنا منين اصلا؟ بني سويف صح؟ بني سويف. مشوار طويل يعني مش طويل. انا كنت في القاهره النهارده يعني ما... يعني قدر يعني. انت مش جاي مخصوص؟ لا جاي. طيب نسعد بيك نسعد بيك يا شيخ اسلام. ربنا يعزك. طيب ايه الاخطاء بقى اللي انت سمعتها من خلال الاتصالات؟ او اظن ان الاخطاء كانت قليله جدا في الاتصالات. أو كنت سمعتها خارج المسجد. إخفاء الميم لقد أنذرهم بطشتنا. ده منتشر كان باين قوي. وتشديد برضه على الحروف. تمام اللي هي الحروف المشددة. وتحريك الساكن. تحريك السواكن. إيه تاني؟ الوقوف على الراء. الوقوف على الراء. ربنا يبارك فيك الصورة دي اللي عايز يضبط الراء عند الوقف. في صورة القمر. أيوه في القمر. مرققة ومفخمة. ويعني قبلها ساكن ولا متحرك ويعني بصراحه الحالات. تمام. وفي وقف على راء مشدده ووقف على راء مخففه. ما شاء الله عليك ربنا يعزك. طيب يعني ايه اكثر خطا سمعته في الوقف على الراء؟ الراء المشدده. الراء المشدده. ولقد يسرنا القران فهل من مدكر. كر. تمام ما شاء الله عليك. يبقى ما هوش مدكر. طيب انا في خطا بس يعني كان منتشر برضه وسمعته كتير قوي اللي هو ايه الدفع عند الراء. ونذر بالنذر مقتدر اللي هي القوه دخول بقوه. التفخيم والترقيق في لا دخول عليها بقوه كمان. واحنا التفخيم والترقيق في في النذر صح؟ فيها التفخيم والترقيق. طب ناخد اتصال بس ما شاء الله عليك يعني ركز معايا.
حاجة عائشة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاجة عائشة الله يحفظكم. بارك الله فيك. وفيكم الله بارك. إن شاء الله أقرأ من الآية 40. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئك. لا خدي بالك، صلى على النبي. حاجة عائشة لكم براءة. حاجة عائشة في الزبر. حاجة عائشة نعم. ما شاء الله عليك، انت طبعا يعني بنسعد بمداخلاتك وقراءتك ممتازة. بارك الله. لكن ما قلتش أولى. أولى. أولى على طول. لا أولى على طول، ما عنديش هنا واو. نعم نعم. تمام تمام. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. تمام. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. 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 خلاص الدال بس، انت ماشي كويس حاجة عائشة. نعم. بقدر. خلاص الدال بس عشان ما تبقاش ضاد. بقدر. 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 تمام. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. لا ماشي كويس قوي. فعلوه، عملنا صلة كده. فعلوه في الزبر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بارك الله فيكي. بارك الله فيك. ربنا يحفظك حاجة عائشة. احنا لنا في 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 بعض القراءات وصل بين السورتين بدون بسملة. يعني نقول في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. يعني وده يعني ترتيب السور احنا نتفق على انه يعني اتفق العلماء على انه توقيفي. يعني ترتيب السور دوت توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش باجتهاد الصحابة ولا من جاء بعدهم. فده مهم جدا ان احنا نعرفه، لان كتير من الناس بيفتكر ان الترتيب ده ارتب زي ما انا عايز. لا، ده الترتيب ده ترتيب السور والايات توقيفي. ناخد معانا الاستاذة هاجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا هاجر؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. طيب تقرأي معانا الورد ولا تقرأي معانا خارج الورد؟ وتبارك وتحفة الأطفال. تبارك. أنت قلتيها حلوة قوي ما شاء الله عليكي، واضح إن قراءتك ممتازة. وتحفة الأطفال صح؟ اه. طب يلا سامعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات سباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ف
فرج عند فرح ترى من فطور. ما شاء الله عليكي، انت ممتازة يا هاجر. سمعيني بقى المقطع كده من التحفة، بيت ولا بيتين؟ يقول وزي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال، أرجو به أن يلفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. ما شاء الله عليك فعلا، تكملي التحفة ولا إيه؟ ما شاء الله عليك، أنت ممتازة يا هاجر، ما شاء الله عليك. بس أنا ليا يعني في موضوع ذي الكمال، دي كلام وقلته قبل كده اكثر من مره، ذي الجمال افضل يعني. معانا عبد الله من الجيزه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟ اهلا بيك شيخ عبد الله، الله يسلم حضرتك. اتفضل دعواتك كده ان شاء الله يا شيخنا. موفق ان شاء الله يا شيخ عبد الله، ونسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يسر الشيخ ابو اسحاق ان شاء الله. امين يا رب العالمين. امين يا رب. ادفع ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من اول الورد ولا ابدا بقى؟ من اول الورد بقى. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. بارك الله فيك، ما شاء الله عليك شعب الله، دائما بنسعد بمدخلاتك وباستضافتك في برنامج إقراء تقي، ما شاء الله عليك. معنا الجميلة آيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا آيات؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله، وحشني كتير كتير قوي. وانت كمان يا آيات، ربنا يحفظك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله اكرم الاوفين. هتبقى معنا في الورد؟ معنا في الورد. طيب ابدأي بقى من اول. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يا آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم كلها. انت قلتيها صح، ليه ترجعي تاني في كلامك؟ كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم من أولئك؟ عندنا في مد هنا متصل، مدي. أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر منتصر مش بالسين، اسمعي معايا، صلي على النبي يا آيات. نعم. منتصر
سيهزم الجميع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بارك الله فيك وأمر. بارك الله فيك. ربنا يحفظك يا إياد. بارك الله فيك. معنا أخونا هارون من فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخ هارون وأهلا بأهلينا في فلسطين. حياك الله شيخ الكريم. أهلا ومرحبا بك أخي. ربنا يعزك. حياك الله ضيف العزيز. بيقول لك أهلا بك حبيبي. حياكم الله. حياكم الله. الله. ها تقرأ معنا الورد؟ إن شاء الله. ابدأ بقى من أول بال الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال. أيوة. يسحبون في النار على وجوههم. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح. خب بالك شيخ هارون لو قلت وما أمرنا يبقى إلا وما أمرنا إلا ماشي وما أيوة إما توسط إما تقصر إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. لا صلى على النبي صلى على النبي. انقطع الاتصال. يا ريت صلى على النبي برضه ان شاء الله وحضراتكم صلوا على النبي. مدكر الراء مرققه. اخونا محمد من الجيزه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ اهلا بيك شيخ محمد. بارك الله فيك. الله يرفع قدرك. ممكن اقرا؟ اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قل بالك. نعم شيخ محمد صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. مدكر لا مدكر. ماشي بص أقول لك على حاجة. معك. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. هات الراء المرققة بابتسامة. مدكر. ماشي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أيوة. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. نجيناهم بسحر. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. شكر من شكر. شكر الله لك. ربنا يحفظك. الله يكرمك. بارك الله فيك شيخ محمد. أداء جميل جدا يعني. بس عايزين بس نخلص تخلصات عايز نظبط شوية. لكن ما شاء الله عليك. وناخد آخر اتصال. الأخت نعيمة من المغرب الشقيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. جزاكم الله خير. خير جزاكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر.
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما شاء الله قراءتك ممتازة أخت نعيمة، وأنت عارفة طبعا ليكي لورش الوصل بدون بسملة والوصل ببسملة بين السورتين، بين سورة القمر وسورة الرحمن، لكن ما شاء الله قراءة ممتازة. أختنا نعيمة كانت تقرأ برواية ورش عن الإمام نافع. ونرجع بقى للشيخ إسلام، قدامك خيار من اتنين، تفضل تفضل، يا إما تدعي يا إما تدعي. ندعي إن شاء الله. الأولى ولا الثانية؟ الأولى والثانية. طيب إن شاء الله ربنا يحفظك. فندعو كده دعاء لمصر بأن يولي الله من يصلح، تمام، ودعاء بقى للأمة الإسلامية والأهلنا في سوريا، وادعوا بما يفتح الله به عليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أنزل على مصرنا من رحماتك وبركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم من ولي من أمرنا شيئا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمرنا شيئا فشق علينا فاشقق عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في سوريا نصرا مؤزرا. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اللهم عليك بطاغية الشام يا أرحم الراحمين. اللهم كما أريتنا في من سبقوه آية فأرنا فيه آياتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك. ما شاء الله كنا بنسمع الشيخ السديسي. الله يعزك. ما شاء الله عليك. ربنا يحفظك شيخ إسلام. شكرا الله. سعدت بيك، ويعني بشكرك ربنا على وجودك معايا، وأتمنى لقاءات أخرى معك ان شاء الله في المستقبل، في المستقبل القريب ان شاء الله. ربنا يحفظك شيخ اسلام. كما اشكر كل من اتصل علينا من مصر ومن خارج مصر، واشكركم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، واشكر ايضا جميع القائمين على قناه الرحمه، وخاصه بين فريق العمل في برنامج اقرا وارتقي، وعلى راس فريق العمل مخرجنا المتميز ياسر عامر جزاه الله خيرا وفريق العمل معه. التقي بكم باذن الله تعالى ان قدر الله لنا البقاء واللقاء يوم الأربعاء القادم قبل هذا الموعد بساعة. انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ وارتق بالقرآن وانعم بالنور الرباني.